مساء الخير يا كابتن والف مبروك. مبروك كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للكابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، وكابتن علي عبد الرحمن، وكابتن بلال. مبروك النادي الاهلي يا كابتن، النهارده ركله نادي الترجي، مبروك للجماهير النهارده حاجه تفرح، مبروك لمجلس الاداره، للاعبين، لكل منظومه النادي الاهلي يا كابتن، النهارده حاجه جميله فرحوا الجماهير كلها يا كابتن شريف. كمان مبروك لقناه النادي الاهلي وكل القائمين عليها، مبروك للاستوديو التحليلي. كابتن ايمن، مش هنتكلم كتير في التحكيم، ولكن انا قلت لك قبل المباراه، قلت لك هي اداره تحكيميه كابتن شريف. النهارده الحكم ادار المباراه كابتن اسامه، ادارها تحكيميا اكتر ما خد القرارات الفنيه، وهذه المباراه اللي هي بتبقى في النهايات يا كابتن اسامه محتاجه حكم يدير مباراه، محتاجه حكم يكون عنده خبرات يا كابتن عادل في المباراه. بشكل عام هو نجح في المباراه، نجاح الحكم ايضا من نجاح النادي الاهلي صحيح. ولكن لو كان هناك لا قدر الله غير النتيجه دي، كان عندنا خطا في حاله من الحالات المهمه كابتن بلال. هنشوف الحالات معانا كده، ويمكن انا جايب ثلاث حالات بالظبط، هم اهم ثلاث حالات في المباراه. نشوف معانا اول حاله نشوفها مع تقريبا كانت مع امام عاشور. الحاله دي مهمه جدا جدا يا كابتن بلال، كابتن شريف، كابتن عادل، كابتن اسامه، كابتن ايمن. هذه الحالة شوف الحكم واقف فين، دي بس نمرة واحد. نشوف الحكم المباراة جان جاك نادالا الحكم الكونغولي واقف، ما عندوش أي مشكلة خالص، تمركز جيد، توقع جيد، مركز قوي قوي في هذه الحالة. هذه الحالة مهمة قوي. هي الكرة دي لو معانا الماتيريال كابتن بلال، كابتن أسامة، كابتن شريف، هي جاية من رجل لاعب النادي الأهلي، جاية من رجل لاعب النادي الأهلي ورايحة هنا في الإيد، هنا الإيد طبقا لحركة الجسم، الإيد في وضع طبيعي، هنا البوينت أوف كونتاكت، هنا الكرة لا توجد لمسة يد، وبالتالي هنا اللاعب الحكم خلى اللعب يتواصل، قرار صحيح 100% 100%، نتيجة الاعتبارات هنا لا توجد ركلة جزاء في هذه الحالة، وكانت دي أول اختبار تقريبا لحكم المباراة في هذه المباراة. إذن هنا مفيش ركلة جزاء لنادي الترجي، وهنا تميز للحكم في هذه الحاله كابتن ايمن، وتميز ايضا للحكم الفار الحكم الرؤيه بالنسبه له واضحه، يعني هو قدام الكوره بالظبط. اتفضل كابتن. شويه بس لو ايده بره الخط وجسمه جوه ال 18 والكره جت في ايده وهو وايديه بره الخط بالظبط، بتتحسب ازاي دي؟ هي احنا هنتكلم اولا، هي هنا كابتن شريف سواء يعني انا في حاله لو جت في ايده بره ال 18 وجسمه جوه ال 18 تمام، انا بس هتكلم في هذه الحاله بالذات، هنا سواء الايد الحاله داخل منطقه الجزاء او خارج كابتن عادل، هنا يستمر اللعب. ليه يا كابتن؟ قلت الكره هنا جايه من زميل اللاعب، من زميل لاعب النادي الاهلي امام، هي اللي جايه متشاطه، وبالتالي حتى لو كانت ايده هنا سواء هو خارج منطقه الجزاء او داخل، هنا لا توجد مخالفه طبقا للمعايير اللي هي معموله خاصه بلمس الكره باليد. ولكن لو هي حاله خاصه بره الايد، احنا بنشوف النهارده البوينت اوف كونتاكت، هي لحظه اللمس كانت خارج ولا داخل، وبناء عليه بناخد القرار. ولكن هنا كابتن مش هنا الجسم يا فندم، مش الجسم، لا الايد، الايد الايد، يعني بالظبط كابتن شريف، لو انا لاعب بعرقل رجليه دخلت منطقه الجزاء بحسب من جوه، لو من بره بحسب من بره. هنا القرار، شوف الحكم تميز الحكم هنا كابتن وقراره وثقه القرار، والفار طبعا اكد على صحه القرار. الحال